تمشي. رودريجو حاول عملية خذ وهات ودخل حتى لجاب في طيبة. تمشي للبشير السحباني. بشير السحباني ينطلق. وهذه التمشيات مدرب الشجاع ومحاولة الخروج بالكرة. ولعب الهجمة المعاكسة بكل نجاح. ترجع الكرة لصالح فريق الغرفة الانجولي. بيدو رودريجو. تم مخالفة مع نصر الحكم الاسيوبي. توزيع على اليسار الدخل خالد بدرة. خالد بدرة. وبعد اختار يحط كرة في التماس. ثم حاليا الى 10 دقائق لعب. النتيجة التعادل في الشوط الاول بين الترجي الفرنسي وغرة توت الانجولي 0-0. بوزيو وتشيغا كذوم طاقم التحكيم الاسيوبي اللي يدير لاول مرة دور نهائي بالنسبة لهذه الكأس. جدار السد يتكون من الشيحي حسن الجابسي وكذلك البشير السحباني. تحذير والجدار يتدخل. كرة دائما انجولية تعود الى صالح انطونيو نوتو. انطونيو نوتو يحاول يبعث والحكم يركع الورقة الصفراء لحسن الجابسي. اول ورقة صفراء في هذا اللقاء. من نصيب حسن الجابسي من الترجي التونسي. ملعب رواندا ارتفع الى 80,000 متفرج ورغم النداءات في الصحافه المكتوبه وفي الاذاعه والتلفزه فان الجمهور ما جاش بالعدد المطلوب. اكرم صفيه حاول يخرج بكره هذه. تدخل من وليد عزيز. وليد عزيز طيبه يرفع كره ويتحسن ضربه مرمى. أي أربع مرات وأكثر من مساحة تونس أساس 1000 ساكن وعدد ضئيل. حسن الجابسي وزع ترجع من الدفاع لاحظة الآن الترجي التونسي بدأ يخرج كده انتهى من المناطق بتاعه وينزل الهجوم. حسن الجابسي اتجاه الحمروني يراوغ الحمروني ذاك عنده الكرة. طيب يتحصل مخالفة. هذا الدور المطلوب من الحمولي يحافظ على الكرة ويتحصل على مخالفة قرب المنطقة 15 متر. اللغة الرسمية لأنجولا هي اللغة البرتغالية. حدود هذا البلد شمال وشمال الغربي الكونغو برازافيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية. غربا للقوم زامبيا ثم زامبيا ناميبيا وشرقا المحيط الاطلسي. عايد الحمروني تلمس الدفاع وتخرج ركنيه. اول ركنيه صالح الترجي التونسي بعد مرور 17 دقيقه لعبت في الشوط الاول. لاحظنا في مقال ذهاب ان فريق الانجولي عنده ضعف في مستوى الكره العاليه والترجي استغلهم بتسجيل هدف التعديل. عايد الحمروني يرفع كوره ويدخل تمثالي وركنيه ثانيه. لا الحكم السيد تيبوبو زي يدخل زي التمثالي وتعود الحمروني يطلق الحمروني يطلق الحمروني لكن لا تضيع فرصه من الاخر ما خلاش يقتل عادل الحمروني. كان لازم يقدم جوليات عمر راح يخرج ثم رجع للمرمى بتاعه. فرصه من الاخر اسيس حمروني ومساعد الحكم يشير للتسلل. Happy.
شجعناه حبنا وشجعناه.